فرقة الجفر أنا أوصي عليها كشاعر وطني قطري، أوصي الرجل اللي يبي له فرقة تكفيه وفرقة تعمل لنجوح حفلة الرجل فياخذ فرقة الجفر، وكل من معي يعرف أني ما أجامل، أوصي وأوصي وأنا معكم، هاي حفلة عندي هم الأوائل فيها. صراحة أنا أقول لك للأمانة، وأنتوا تعرفون شيباني ما عنده مجاملات، أنا جالس يعني مش في الصالة برا هنا، ويوم سمعت دق صراحة أقول حق الربع شو اللي مجلسنا هناك، تعالوا خلينا نقرب شوي، وصراحة أن أداءكم مميز، وإن شاء الله على هذا المنوال وأحسن نشوفكم إن شاء الله، وإذا في فرص إن شاء الله أن نشوفكم في الدوحة في الساعة المباركة. الجفر الله يبيض وجيههم، احنا من متابعينهم من تقريبا من 20 سنة، وبيض الله وجيهكم، كان عرسهم والله.